مرحبا بقراء وقارئات موقع هي ومتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك. معنا دكتور إبراهيم أبي عبدالله، أخصائي الجراحة التجميلية بكوزمتريكس المستشفى السعودي الألماني بدبي. بنرحب فيك دكتور. أهلا وسهلا. يا هلا دكتور، خبرنا بالبداية أول شيء عن أكثر عمليات التجميل اللي بتقبل عليها السيدات بمنطقة الخليج. إذا بدك، ما في اختلاف كثير بين العمليات اللي نعملهم عند سيدات الخليج او بكل العالم. اكثر العمليات تنعمل هي شفط، شد البطن، رفع الصدر، عمليات بالوجه يلي هي الانف، الجفون، او حتى شد الوجه الليفتنج. كل العمليات موجوده هون، بس يمكن الاكثر هن عمليات البطن والصدر. خلينا شوي نحكي اكثر دكتور بالتفصيل عن هالعمليات. نعم. عمليات الشفط، في كثير بيقولوا انه بعد الشفط ممكن اذا زاد الوزن او شيء ممكن تظهر تكتلات بالجسم، مثلا تكون بالذراع، بالظهر. نعم. فخبرنا شوي. اذا بدك، هذا السؤال شوي هو بيجيب جاي جواب فيه. اذا بدنا نعمل شفط، بالمبدا لازم نكون استعدينا انه نحن ما نرجع ناخذ وزن. نعم. يعني اكيد انا اذا بعمل شفط وبعد شهرين او ثلاثه باخذ 10 كيلو، اكيد الدهون بدها ترجع تتوزع بالجسم وبدها تعمل تكتلات وبده يكون شيء بشع. فيلي بده يوصل للجراحه لازم يكون عنده هدف انه انا ما بدي اخذ وزن. فاذا نحن حسينا حتى عنده استعداد ياخذ وزن، فينا نرفض الجراحه لانه اكيد النتيجه ما بتكون منيحه. فاذا الجراحه على شخص هو مستعد، هو ناوي يحافظ على وزن ثابت، نتائجها كثير حلوه. طب هالتكتلات في حال انه زاد الوزن او شيء، سبب من الاسباب، يعني كيف ممكن فينا نرجع نشفط مره ثانيه؟ يعني اذا عملنا اول مره شفط وكانت النتيجه منيحه واخذنا وزن ورجع صار في شويه تكتلات، فينا نرجع نعمل شفط مره ثانيه، ما في مشكل. بس الاساس هو المريض. المريض بده يساعد الطبيب، الطبيب ما في يعمل كل العلاج، فبده يكون مواظب على العلاج تبعه. خبرنا شو عن التقنيات الحديثه هلا؟ إذا بدنا نحكي عن الشفط، التقنيات الحديثة بالشفط صار لها عدة سنوات، يمكن نحكي بعشر سنين ولا هلا، يلي هي الشفط العادي تغيرت شوي. هلا الكانيولاز بنسميها يعني، أو هلا الإبر الطويلة صار في أشكال مختلفة ومعادن مختلفة تصير أسهل، صار فيها نركب عليها مثل الموتور، يعني مثل الإنجن لتتحرك وتصير تشيل أكثر. حتى عملنا الليزر مع اللايبوسكشن كمان، يلي هي بنشفط الدهون وبنرجع بنحمل الجلد بالليزر مشان الجلد تشد. وصار في شيء اسمه فيزر كمان، يعني بدل ما يكون ليزر يلي هو الضوء سوري، صارت بالترا ساوند، يعني الترا ساوند يلي هن موجات صوتيه، يلي كمان الهدف منها تحمي الجلده وتحمي الجلده، الجلد تعمل شرينكينج يعني بتضب، وبناخذ نتيجه شد شوي اكثر. هلا النتيجه دائما بالاول بتكون احسن مع الليزر ومع الفيزر يلي هو الشد. هلا مع الوقت شوي النتائج بتصير قريبه على بعضها، بس اذا بدنا نحكي على اول كم شهر الليزر والفيزر بيعطوا شد زياده. حسب كميه الدهون بدنا نشيلها. عاده اذا نحن عم نشيل منطقه واحده بالجسم او منطقتين صغار بنج موضع كافي، اذا بدنا نشيل عده مناطق بالجسم افضل تكون بنج عام. نحيفة جداً. نعم. هل في حل تاني غير حقن الدهون الذاتية؟ هلأ إذا عندها دهون بالجسم بالبطن أو شيء، هي أحسن حل هو هيدا. المواد يلي بدنا نحقنها بكمية كبيرة لنقدر نكبر سيقان بتعمل مشاكل. يعني نحن إذا بتعرفوا بنحط بالوجه 1 سي سي 2 سي سي 3 سي سي، إذا بدنا نحط بالأرجل يمكن بدنا نحط 100 200 سي سي 300 سي سي، فبصير عندنا احتمال مشاكل كثير. حتى السعر بصير كثير مكلف اذا بدنا نحط كميه كبيره، فافضل نروح على الدهون. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي عن البوتوكس والفيلرز بالوجه، وشو هلا الاستخدامات الاخرى كمان؟ اكيد كمان تطورت هيدي الاستعمالات. لنحكي بالبوتوكس، بالبوتوكس بلش هو بس نعمل العبسه هون، بعدين صرنا العبسه والضحكه وعند خطوط الجبين. هلا صرنا عم نعمل اكثر محلات، عم نعمل لخطوط تبع الرقبه، عم نعمل بوتوكس على العضل تبع الرقبه، عم نعمل بوتوكس على زاويه التم يلي بيكون الفم تبعها نازل لتحت، فمنشك هون فبيعلى شوي. عم نعمل شيء مسمينا فرتيتي ليفت، يعني عم نعمل على كعب الحنك، فهولي
المادة ذاتها بس طريقة استعمال مختلفة. بالفيلر عم بيتطور الفيلر من وقت لوقت، صار في مواد تعطي حجم أكبر، مثلا في مادة صرنا عم نحطها بالخدود تعطي ليفتنج إفكت، يعني كأنه شدينا الخد. وإذا بدي بالأول كانت الطريقة أنه إذا أنا عندي فولد هون أو منخفض كنت أجي دايركتلي وحط الفيلر هون. هلأ صرنا دايما عم نبلش بالخد قبل ما نوصل لهون. وقت عم نعمل الخد بكمية كتير قليلة الخد عم بيشد شوي، وقت عم بيشد شوي عم بيتحسن الفولد. فمرات نعمل هون ما منعود نعمل هون، أو إذا بدنا نعمل هون نعمل كمية أقل. ولاحظنا أنه إذا بتشوف الأولاد صغار، في ناس بيبقى عمرهم 10 أو 15 سنة بيبقى عندهم فولد قوي بس إنه عمره 15. فالفولد هيدا مش علامة عمر، الخد القاشط هو علامة العمر. فإذا رجعنا عبينا الخد أو شقلني رفعني هو عم بيعطي تحسن كبير لو هيدا الفولد بعده موجود. فهيدي هلأ طريقة صرنا منبلش هون قبل ما نعمل هون أو هون. بي سبيشال فيلر يعني دواء خاص لأنه بيبقى سميك شوي وبيبقى بيلزق يعني مثل الجلو منشان الخد يضل مرتفع. وكيف صرنا عم نعمل إذا بتلاحظوا على حالكم بنعمل هالحركة ومنشكل الدواء هون، وقت بشيل إيدي أنا ما بيرجع ينزل كومبليتلي لتحت فبيرجع أقل شوي، منشك شكة تانية نحن ومشدودين ومنرخي بيرتخي أقل، بالنتيجة بيوصل عنا كأنه ليفتينج بسيط مش قد الجراحة أكيد بس ليفتينج. دكتور القارئ أحمد فيصل عم يسأل أنه عنده تضخم أسفل الرقبة، هل ممكن أنه يشدها بدون تدخل جراحي؟ أسفل الرقبة ولا هون؟ يعني عادة هون بنسميهم دبل تشين، إيه هيدي فينا نعمل شفط بس أو شفطه ليزر. المشكل فيها هو قديش جلدته بالنتيجة رح تعمل شرينكينج أو رح تضب. قد ما هي بتكون حالتها منيحه والاستيك وهو عمره صغير قد ما الجلد بعد الشفط بتشد. ف مش ما بتمشي لكل حاله هيدي اذا هو بالعمر صغير وما في دهون كتير فجلدته رح تشد ورح ناخذ نتيجه قويه. هو السؤال انه هل في طرق ثانيه غير التدخل الجراحي؟ هلا في ادويه كنا نستعمل، هلا خفت شوي لانه مرات كنت عم تعمل شوية مشاكل نمح أنا بالدهون وبتدور بالدهون. المشكل فيها أنه ما بنعرف نتيجتها قديش، فينا نعمل نفس الكمية لشخصين مختلفين كل واحد ياخد نتيجة شيء، بس بالمبدأ أفضل تكون نروح دايركتلي بالجراحة. طيب دكتور كمان في قارئ عم تسأل هل حقن الكولاجين ممكن تعمل حساسية، وإذا عملت حساسية هل يمكن سحبها؟ طيب هلا الناس بتسميه كولاجين، هو الكولاجين من زمان استعملناه من 20 سنه وهلا مش موجود بالاستعمال. الشيء بنسميه الناس بتسميه كولاجين هو الفيلر، يعني هي ماده بنحقن فيها، هي الماده اللي بنحقن فيها الفيلر صارت معموله هلا من ماده اسمها ياليرونيك اسيد، هي ماده موجوده بالجلد بتشبه الكولاجين بس مش كولاجين، فهي ما عندها تاثيرات ما عندها حساسيات. الادويه القديمه اللي كانت تسميها بيرمننت يلي هي ما بتدوب هيدي بتبقى بالجسم طول الوقت وهيدي اللي كانت تعمل مشاكل وحساسيات وتنفخ والتهابات، هيدي صارت ممنوعه ما حدا عم يستعملها. في عم يسأل ما هي الخيوط الذهبيه؟ هلا كمان هي الخيوط هيدا سؤال بينسأل على طول. انا مش من محبذين الخيوط لانه الخيط هو بنحطه تحت الجلد وبيعلق بالدهون يلي تحت الجلد وبنشد فيها الخد او الحنك. المشكل انه الدهون هي منا ماده قاسيه، يعني هالخيط بيقص بالدهن وبيرجع بيرتخي، فمنكون شدينا بالاول شهر او شهرين هالدهون يلي كانوا مشدودين بيرجعوا بيرخوا، ومش على طول بيرخوا على الميلتين بنفس الوقت، يعني فيها ترخي على الشمال مش على اليمين فبصير عندنا خد مشدود اكثر، فيها نرجع نظبطها بتجي المريضه لعنا بنرجع بنحط مره ثانيه، بس انه منه الحل المثالي. هيدي يلي شخص ما بده جراحة ما بده مرتاح على وقته، عنده وقت يجي عند الطبيب كل شهر أو شهرين وعنده مصاري يدفعون يعني. وقديه هالمضاعفات هالعملية؟
ما كتير إلها مضاعفات، لأنه عادة الختان اللي عم نحكي الحديثة هلا هني بسموها ذهب، بس هي فيها تكون من عدة مواد، ما كتير بتعمل رياكشن قوية، وحتى بتنشال، يعني إذا عملت رياكشن فيها نسحبها، مش مثل الأدوية المحقونة حقن يلي بتضيع بقلب تحت الجلد. هيدا الخيط فينا نسحبه ونشيله إذا عمل مشاكل، بس صارت المشاكل بحد ذاتها للخيط مش قوية، بس النتيجة يلي مش قوية. هلا ما بدنا نحكي بالاسامي بالماركات، بس هن في واحد اشهر شيء واحسن شيء، في واحد تاني قريب كتير له، هن هول الاثنين الاحسن شيء. ما فيني سمي الاسامي، بس اذا بتعرف انه عملت بوتوكس وكان السعر كتير رخيص، هيدي علامه مش منيحه، لانه الدواء البوتوكس المنيح هو سعره غالي. فاذا حست ممكن انا يا ريت فيي احكي بالاسم، ما في يسمى هو المركز يعني او المستشفى، يعني الاسم يعني سمعه المكان، حتى فيهم يفوتوا كلهم على الانترنت. يلي اكثر شيء مشهور، يلي اكثر شيء بيحكوا عنه بالمجلات الطبيه، هو بالمبدا الاحسن واحد. يلي فيهم يفوتوا على الانترنت ويشوفوا شو يكفي بوتوكس، اصلا الوحيد اللي له حق يحكوا عنه اسمه بوتوكس. يعني هيدا يلي اسمه بوتوكس عن جد على العلبه، هو هيدا الاحسن شيء. هلا بالصدر اذا في تهدل، هو في مرات في نوعين عمليات، او بيكون بعده صغير او صغير وهابط، او بيكون كبير وهابط. هون تختلف الجراحه، اذا كان كبير وهابط نحن فينا نرفعه وفينا نصغره شوي بعمليه، بس فيها جرح شوي كبير، عاده بيكون حوالي الحلمه ومن الحلمه نزول خط، يعني اذا عم تشوفوا علي انا هيك وهيك. هلا اذا كان هابط وهو صغير، صار بدنا نعمل ليفتنج يعني شقل، وبدنا نزيد سيليكون حشوي، فالعملية تختلف كليا بين اثنين. فإذن إذا كبير وهابط بس رفع، إذا هابط وصغير رفع مع سيليكون، وبيكون الجرح دائما وقت في رفع بده يكون الجرح أو برم حوالي الحلمة بس أو هيك وهيك. إذا هو صغير منه هابط بس صغير، فينا بس نحط الحشوة، وهون بيكون الجرح تبع العملية كتير صغير، عادة بنعمله على الحلمة من تحت شي 3 سنتيمتر ومنفوت الحشوة، بيكون ما بده ليفتنج، ما بده شد. هيدا دكتور خلينا نحكي شوي عن اللي هي هلا نفرتيتي. أيوة. كثير عالم عم يعملوها هلا خصوصا بمنطقة الخليج. نعم. ليكي في كتير عمليات عم تنعمل وهي وبتنشهر، بس هي ما بتكون هالعملية نتيجتها عظيمة كتير. النفرتيتي سننا يعني يلي هي نفرتيتي الملكة يلي كانت رقبتها طويلة أو شيء، نحن عم نجرب نعمل إنه يطلع عنا الأوفال تبع الوجه جالس والعضل اللي شادد يرتخي، بيفتح الرقبة وبيصير الأوفال مزبوط. هيدا عم نعملها بشغلتين، بفيلر وببوتوكس، يعني عم نعبي تقريبا من الحنك لكل الرقبة بوتوكس، وعم نعمل فيلر عادة. إذا بتنتبهوا أنا عندي إياها شوي هون هابط شوي، فأنا بعبي فيلر هون، بعبي فيلر ورا الهابط، فبيبين الأوفال كأنه أحسن، وهيدا بالفيلر، وبعبي بوتوكس كل هالمنطقة هاي، فالتجاعيد بيخفوا، الجلد كأنه شدت شوي. هلأ بالتيوري أحسن من النتيجة بتفكرها قوية، بالبراكتس عم نتحسن، بس تحسن 10-15-20% مش أكثر. وأكيد كل شيء اسمه بوتوكس وفيلر يعني على فترة بسيطة، على فترة معدل 6 شهور تقريبا. كمان في عنا زهد بنفسج عم تسأل، هل عمليات شفط الدهون آمنة؟ آمنة إذا ما انعملت مع جراح اختصاصي، إذا انعملت بمكان آمن، يعني مستشفى بغرفة عمليات مع كل المعدات، مع طبيب البنج الحاضر. عم بحكي خاصة العمليات الشفط اللي هن عدة مناطق مش منطقة صغيرة، فبهيك حالة أكيد في أمان. عملية ما في عملية هي صفر ريسك، بس بيصير كتير كتير قليل الريسك. أكيد إذا بتنعمل بمركز ما بعرف وين تحت الدرج، مع طبيب مش اختصاصي، مع ادويه مش مزبوطه، اكيد فيها ريسك كتير كبير مش قليل. في شخص يموت من لايبوسكشن، وسمعنا كتير حالات، واكثر الوقت كانت حالات انعملت بمناطق مش مراكز تجميليه. لا ما عم نخوفهم، بس كمان بدنا نحذرهم ما يروحوا وين ما كان، لانه في كتير مراكز مش خارج تعمل جراحات. بالنسبه
نعم. وقديه تاخذ وقت الريكفري؟ ترهل الذراعين هي من العمليات اللي صارت هلا دارجه، خاصه لانه عمليات التضعيف يلي هي عم بيخسروا كثير وزن، فعم بيصير في ترهل بالايدين. هيدا عاده اذا الترهل مبلش من تحت الابط للكوع بيكون فيها جراحه، جرح من الكوع لتحت الباط، بنشيل كل هالجلد الزايد من بعد ما نكون عملنا شفط لكل المنطقه، فمنضعفها بالشفط بذات الجلسه، وبعدين هالجلد الزايد بنشيله، بنوصل بالنتيجه مع جرح من تحت الابط لهون، جرح خفيف بس موجود على طول، بس دائما بنحطه اذا الشخص عم بيمشي ما بيبين، لانه ولا من ورا ولا من قدام بيجي ثلاث ارباع، يعني ولا من هون مبين ولا من هون على ثلاث ارباع، بس اكيد اذا الشخص عمل هيك وبده يفرجي في خط. واذا بنحطها بالميزان حدا كثير مترهل بدون جرح او حدا مشدود وبجرح صغير، اكيد العمليه كثير منيحه. عمليه بتاخذ شي ساعتين، تنعمل ببنج بالمبدا بنج عام. هلا اذا حدا شخص بده يعملها بنج موضع فينا نعملها، بس افضل تكون بنج عام اريح. من بعدها بنلبس مثل المشد على شهر، يلي هو مثل القماش الشدي مثل المطاط اللي بيشد على الايدين. دكتور، هل ممكن ازاله علامات الجروح؟ فينا نحسن، ما فينا نخفيها كومبليتلي. صار في كريمات شوي بتحسن، واكيد هو الليزر هلا اللي عم نعمله اكثر شيء يلي عم بيحسن النوعية أو شكل الجرح. هلأ إذا جرح كتير سميك وكتير عريض، فنرجع نعمل جراحة مرة تانية على الجرح، نشيله ونرجع نعمل جرح أحلى بطريقة تجميلية. وأكيد إذا بنعمله مرة تانية ورفيع، دايما بنبلش بعد الجراحة بكريمات لنخلي بسيليكون جيل منشان يطلع الجرح كتير حلو. هلا بعد عمليات السرطان اكيد فينا هلا حسب نوع العمليه اللي انعملت لشيل الصدر، مرات بينشال الغده وبتبقى الجلده، فبهالحاله فينا نحط بس الحشوه، حشوه السيليكون. في مرات بيشيلوا الصدر مع بيشيلوا كل الجلده، فهون بتصير طريقه ثانيه، بدنا نشيل جلد وعضل من الظهر او من البطن ونبرمها ونحطها بالصدر. فتختلف عمليات التجميل من حسب اختلاف العمليات السرطانية، الترميم. وهي ترميم مرات إذا الشخص ما عنده جلد زايد أبدا وما بده يعمل عملية كبيرة يشيل من هون يحط هون، في مثل الحشوات يلي بيكونوا فارغين يعني فاضيين، بنحطهم تحت الجلد ومنعبيهم شوي شوي، فهالجلد بيتمدد، بيرجع بعد شهرين أو ثلاثة منشيل هالحشوة ومنحط حشوة تانية، بيكون صار عندنا جلد زيادة من وراء التمدد. هل ممكن تعيدها ولا ممكن يشكل خطورة؟ لا، ما في خطورة أكيد، حسب الحالة تبعها بدنا نشوفها أو طبيبها يشوفها، بس دايما فينا نحسن، ما في مشكلة. كمان في قارئة عم تسأل، تنصح بعملية شفط البطن ولا تدبيس المعدة؟ لا ما خص، ينتبهوا المستمعين، عملية شد البطن أو عملية شفط هن مش عمليات تضعيف، لأنه كل الكمية اللي منشيلها نحن من البطن شد وشفط ما بتتعدى 3 إلى 4 كيلو. فإذا شخص عنده 20 أو 30 أو 40 كيلو زيادة، عملية شد البطن أو الشفط ما عم بتشله 20% من الوزن، وما بيطلع الشكل حلو إذا شلنا الوزن من هون وفتحته فوق كتير كتير مليان. فإذا عنده وزن زايد أفضل تضعف أو بالطريقة العادية اللي هي الدايت أو بعمليات المعدة. من بعد ما تضعف بيجي دور يمكن جراح تجميل، اذا صار في ارتخاء بالجلد او بعد في مناطق ما ضعفت كومبليتلي يرجع يحسنون، بس ما بيكون الهدف تبع عمليات التجميل هو تضعيف، لانه كل شيء منشيله كميه كتير قليله. دكتور، خبرنا شو عن عمليات نحت الجسم؟ نحت الجسم يلي هي هلا هيك كلمه شوي ماركتينج، هو الليبوساكشن. هلا تطورت شوي طريقه الليبوساكشن انه يلي هي الشفط، فبنسميها نحت كلمة أحلى، بس لأنه كمان صار عنا الكانيولاز. أنا قلت بأول الحديث إنه صار في كانيولاز جديد، صاروا أنعم، صار فينا نطلع سطحيا أكثر تحت الجلد، صرنا مرات محل منشيل ومحلات منزيد دهون، فيمكن من هيك نسميها نحت. يعني إذا حدا عنده منخفض وحده زوايد، منشيل من الزوايد منحطهم بالمنخفض ليصير الجسم مزبوط، مش هيك سميناها نحت، بس هي الليبوساكشن أو هي الشفط. دكتور، نحن بنتشكرك كثير اليوم كنت معنا.
ميرسي لكم. حابين يعرف كيف ممكن يتواصل معك اذا في ايميل؟ في ايميل، في ايميل تبع المركز اللي هو الكوسماتريكس فيهم، وفي الايميل الخاص كمان فيهم ياخذوه من الكوسماتريكس، يفوتوا اكيد على الويب سايت تبع الكوسماتريكس وبيلاقوهم. احنا راح نحط لكم ارقام التواصل والايميل مشان تقدر تتواصلوا بشكل مباشر مع الدكتور. نتشكر الدكتور، اهلا وسهلا فيكم وشكرا للمتابعه. شكرا لكم، باي باي.